يخلط بين التوت والتين ويدخل الصيف في أكمام تشرين. ما ضر فيه على أعتاب غايته أن يخرج الناس من دين إلى دين من جنس آدم، لكن ليس من بشر، شبه الملائكة وأفعال الشياطين. الضيوف والمضيف والمستضيف، أسعدتم مساء. سألقي قصيدة واحدة، هي ليست مناسبتها لكن ألقيتها مرة وراق لي أن ألقيها مرة أخرى. القصيدة إلى أيقونة الشجاعة شيرين أبو عقلة، شهيدة الإنسانية. ردا على بعض الناعقين بالترحم عليها أم لا يجوز، وكانت في هذه الأبيات في هذه المناسبة أو هذه القصيدة: فليخرس النعاق بسم الله، هو من يقرر جله ويشاء، وليخسأ المتشدقون فنسكهم زهو وجل حياتهم أخطاء، وليسقط الطاغوت في كل الذين تعاصفوا وقلوبهم سوداء، وليسقط الفكر الملوث أهله العابرون على التقى الدخلاء، وليسقط الصنم الذي في فكركم أتعبدون أيها الجهلاء. فالله ليس كما تصوره لكم من شحها وجنوحها الأهواء، الله خلاق، وهل تخفى على خلاقها أو تصعب الأشياء؟ ومن يقدر للخلائق عيشها؟ ومن يقدر للخلائق عيشها؟ وله يعود الأمر والإجراء. هو من يشاء وليس يقدر أن يجرده المشيئة في الورى من شاء. هو صاحب الشأن الذي فيما له يقضي وما لحقوقه وكلاء. هو من يعاقب أو يحاسب أو يثيب أو يثيب، ومن له فيما يبت قضاء، وهو الذي ما غيره حسب ولا يعصى على جبروته خطاء. وهو الذي يدري ويعلم ما نسر وما تحوز بجوفها الأحشاء. وهو الذي فاق المكان وجوده، وله بما خلف الزمان وراء. هل بعد أمر الله منكم من يرى أن الأمور تعوز آراء؟ فالدين هل من بعد أمر الله منكم من يرى أن الأمور تعوزها بل تعوزها آراء؟ لا يقبل الدين الحنيف شطوطكم، وبدينكم لا يقبل العقلاء. من أنتم لتكفروا وتحرموا أو تغفروا أو ترحموا وتشاءوا؟ فلتنتهوا بذنوبكم عن غيركم، فالله منكم والرسول براء.
فلتنتهوا بذنوبكم عن غيركم، فالله منكم والرسول براء، فالدين لله الذي في أرضه لم يأتي بعد محمد خلفاءه. شيرين أطهر من شوائب بعضكم إن كان فيكم طاهر وطاهر. شيرين أطهر من شوارب بعضكم إن كان فيكم طاهر وضاء. شيرين ماتت يوم أن ماتت بكم قيم، وجف من الوجوه حياء. ماتت على شرف القضية حينما ما للقضية بينكم شعراء. ماتت على شرف القضية بينما ما للقضية بينكم شرفاء. ماتت على شرف يعز على الذي لم تخلقن لمثله علياء. ماتت وأنتم في حقيقة أمركم موتى، ويحسب أنكم أحياء. ماتت وأنتم في حقيقة أمركم موتى، ويحسب أنكم أحياء. هي قدمت روحا وأنتم يا ترى ماذا صنعتم أيها الجبناء؟ هي قدمت روحا وأنتم يا ترى ماذا صنعتم أيها الجبناء؟ ماذا صنعتم في سبيل كرامة سلبت وضاق بنيها الاستجداء؟ لا شيء غير عقامكم قدمتمو، لا شيء يعكس مقتضاه إباء. من فجر سقطتكم وهذا شأنكم، يأبى عليه من المفيد فراء. تأبى عليه يأبى عليه خوى مدارككم، كما تأبى على إعصارها بيداء. يأبى عليه خوى مدارككم، كما تأبى على إعصارها بيداء. لا خير فيكم قد يسطر حينما أنتم وما يحمل الفراق سواء. شكرا لكم. شكرا. أشكر أستاذنا الأستاذ شبيب على هذا التقديم. فهلا وشكرا لجميعكم.